صارت الفريق اول، لكن الناس يعني ما برضو بتحصل تجاوزات، الناس بيشوفوا انه ما قاعد تجد الردع والعقاب المستحق. يعني حتى اللجنه، تقرير لجنه التحقيق الاخير الذي خرج، عرض المساله دي لاستياء واسع من الجماهير بعدم الثقه في هذا التقرير، وفي كل مره يتم الاشاره الى ملثمين وغير ذلك. وهنالك قول بان على هذه القوات ان تحمي المواطنين من الملثمين ومن المجهولين وغير ذلك. لجنة التحقيق التي أمر بها النائب العام، نحن لا علاقة لنا، لا أصلا ما تدخلنا في شغل النائب العام، ولا طلبنا منه، ولا أعرف التكوين اللجنة ذاته ما تدخلنا فيه. وحتى لما طلع الإعلان ده نحن ما عندنا أي علاقة به، النائب العام جهاز مستغل وهو كون لجنته وطلع نتائجه، وحتى ما احنا يعني نفتكر انه ما عندنا الحق اننا نتدخل فيها في شغله او في اداؤه. فهو عباره احنا كلنا اتفقنا صح انه تكون في لجنه تحقيق مستغله، واصلا لجنته دي لا تمنع من قيام اللجنه الثانيه، لانه ممكن تستعين بها، ممكن تشوفها تستدل بها، او ممكن تشتغل شغلها الثاني لجنه التحقيق المستغله. فنحن بنشوف انه ده حق النائب العام، هو اشتغل شغله المهني. ايضا دي يعني فرصه انه نحن يجب ان لا نشكك في نزاهه الأجهزة العدلية السودانية. أجهزتنا العدلية السودانية عندها تاريخ مشرق وتاريخ ناصع وتاريخ مليء بأنه هم أهل حق وأصحاب حق. يجب أنه نحن يعني برضو ما نقطح في مصداقيتهم ولا نشكك في دي. مؤسسات عدلية عريقة، الشعب السوداني كله يشهد على نزاهتها وعلى كفاءتها. نحن الآن نتحدث عن مؤسسة كاملة، يجب برضو أن يعني الناس يتكلموا بأكثر تخصيص أو أكثر يعني ما يعمم الحديث عن انه النيابه العامه او القضاء وجهاز العدل كلها اصابه ما اصابه. صحيح في قد نتفق مع الجميع في انه جزء كبير من مؤسسه الدوله ليست العدليه فقط اصابه ما اصابه في العهد السابق، لكن اجهزتنا العدليه يجب انه نحن نحافظ عليها، نحافظ نديهم الصيغه في انه هم اهل صيغه، هم اهل كفاءه، هم اهل عدل.